المشاهد الكريم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. العيد خلاص يعني اقترب، والحجيج إلى عرفات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المحظوظين بزيارة بيته الحرام. وعيد الأضحية المبارك بنقول كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله ربنا يعود علينا وعليكم بالصحة والعافية والرخاء والتنمية، وسوداننا ده دايما بخير، وهذا البلد يعني ربنا يجعله بلد آمن مطمئن، رخاء سخاء وتطورا، والكلام ده ما بعيد على ربنا سبحانه وتعالى، فقط نحتاج إلى أنه نضع السواعد، إيدينا في إيدين بعض حتى يتحقق المراد ويتغير هذا البلد إلى الأفضل دائما. كل سنة طيبين. يمكن خلاص العيد أقرب، يمكن اخترنا موضوع الحلقة برضه هو عنده علاقة بالعيد، وعنده علاقة بالنظافة، وعنده علاقة بالستائر اللي بنزلوها اخواتنا واماتنا في البيوت. لكن قبل ما ندلف لموضوع الحلقة، خصوصا انه خلاص العيد حيدلف علينا، ففي بعض النصائح دارين نديها للناس سريعا كده في ما يتعلق بيه، ممكن بنقوله كل عيد بنتكلم عنها ونتمنى ان الناس تسمعها. يعني الحاجه الاولى الموضوع بتاع اللحوم، يمكن الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. ما كل الناس هتقدر تضحي. افقد جارك، شوفه ضحى ولا ما ضحى، حتى لو ما ضحى عشان اولاده ذاتهم يحسوا بانه هم جزء من الحكايه. حاول تقسم كما قال صلى الله عليه وسلم. يمكن الكلام ده يعني بتسمعوه في حياة كثيرة، لكن الكلام ده كلام ده إنسانية قبل أن يكون هو دين. فلا بد من أنه يعني نحاول أنه نتكاتف كشعب، خصوصا في هذه الأوقات الصعيبة، وأنه الناس ما قادرة، يعني زي ما بقولوا قفة الملح بقت في تلتلة. فالناس اللي بتقدر تضحي يا ريت تقدر تتفقد جيرانها. الحاجة الثانية بالنسبة للحوم ذاتها، الناس ما تكتر يا اخواننا في الاكل. ما بنقول ما تاكلوا لحمة، لا اكلوا لحمة براحتكم، لكن يعني زي ما بقولوا ما تتقلوا شديد عشان ما نبقى في بعض شوية في مشاكل بتاع اسهال وغيره. الشربوت ما في مشاكل، بس ابعدوا لنا من الخميرة. الشربوت زي ما قال شاكر طبعا من قبل، شاكر الشربوت 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 ما فيه مشاكل، ما عدا للناس اللي عندهم مشاكل بتاعت مصران. ناس المصران دي يعني كده بيخدهم بجنبه مختلفة تماما. بس يا ريت الشربوت اول حاجه، يعني اول حاجه ما يكون مخمر، عشان بعد ده بيبقى مسكر وبيعمل فيه بيحصل مشاكل كثيره. ما فيه خميره، لكن غير كده ما فيه مشاكل. بالنسبه للناس القاوت والناس اللي عندهم مشاكل بتاعت مراره، دائما بنقول لهم يا اخواننا ابعدوا من الكمونيه والمراره. ناس المراره ذاته يبعدوا من المراره، والناس القاوت يبعدوا من المراره والكمونيه، لانها بتزيد اليوريك اسيد وتعمل لنا مشاكل. المشروبات الغازية ما بتهضم، فما توهموا روحكم يا اخواننا، لانه المشروبات الغازية هي سبب لعسر الهضم، مش عشان تقوم تهضم. فقصتي انه والله انا اكلت اسي نشرب مشروب غازي، اشربوه ده احسن لنا من احسن لكم من المشروب الغازي. شراب الشاي مباشرة بعد الاكل واحدة من الاسباب اللي بتقلل من الامتصاص بتاع الحديد، فيا ريت نقوم نخليها. ودائما عيدكم سعيد، وخلوا بالكم من روحكم ومن اولادكم، عشان العيد ده دارينه عيد بتاع فرحة، وربنا يديم الفرحة عليكم. حلقتنا اليوم تداخلات كثيرة، ويمكن زي ما قلنا عندها علاقة بالعيد، الأزمة ومرض الأزمة. دارين نقوم نشوف تفاصيل كثيرة في علاقة الأزمة بالجيوب الأنفية، علاقة الأزمة ذاتها. لما أنا أقول أزمة، شنو هي الأسباب والمسببات؟ دار أقوم أوضح، ما يعني يقول لي والله يا أخي عندك أزمة، لا والله عندي حساسية يا دكتور. شنو العلاقة، الفرق ما بين الحساسية والأزمة وضيق الشعب الهوائية؟ مضادات الحساسية هل بتنفع في الناس اللي عندهم أزمة؟ البخاخات واستخدام العلاجات كيف، ما هي الأسباب والمسببات؟ بتين نعرف النوبة، نسيطر على النوبة كيف؟ تفاصيل كثيرة جدا في هذه الحلقة نضعها في منضدة أخونا الرجل الجميل صديق البرنامج، أخونا دكتور محمد صالح، مستشار الجهاز التنفسي بمستشفى الشعب التعليمي. دكتور محمد صالح حبابك عشرة، وكل سنة طيب. مرحب بك ومرحب بالإخوة المستمعين، إن شاء الله نقدم ما يفيد بإذن الله تعالى. حبابك محمد صالح، وأنت عزيزي المشاهد يمكنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك اللي حتظهر قدامكم على الشاشه، وايضا على رقم البرنامج ايضا حيظهر تباعا على الشاشه، نزعت كثيرا باسئلتكم واستفساراتكم. طيب
دكتور محمد صالح، خلينا نبدا اول حاجه. نعم. انا ما عندي ازمه، عندي حساسيه. يعني بما اعرف ده اسمه الدلع. الفرق شنو بين الازمه والحساسيه؟ وهل في حاجه اسمها حساسيه؟ والله في الحقيقه طبعا هو الازمه زيها وزي الامراض المزمنه، الانسان في ما بيتقبلها، زيها وزي الضغط وزي السكر، في الاول بيحاول ينكرها. يعني في طور بنسميه طور الانكار، يعني كانه انا والله يا اخي داير اشوف لي اي تفسير ثاني اقول دي حساسيه. ما هي في الحقيقه ما في مرض كده اسمه حساسيه صدر كده. هي الازمه هي الازمه، يعني قد تكون في درجات. في ازمه بنسميها الازمه الخفيفه المتقطعه، في ازمه العنيفه الحاده، في الازمه المهدده للحياه، حتى لا قدر الله في ازمه بتدخل الزول للعنايه المكثفه اسمها ازمه الموت الوشيك او النير فيت الازمه او الازمه شبه القاتله. فانت ممكن تكون عندك ازمه خفيفه متقطعه، لكن هي في النهايه ازمه. ما تسميها حساسيه وما تغش نفسك. الدكتور قال لك عندك ازمه طوالي، شوف الحل شنو، شوف المسببات شنو. لكن الناس ما تنكر ما في حاجه اسمها حساسيه الصدر، المرض اللي اسمه ازمه. في فئه قليله من الناس اللي هم المزارعين، في مرض اسمه رئه المزارعين، دي بتجيهم حساسيه اذا زول شغال في الزراعه وبيربي بعض الحيوانات. دي بنسميها حساسيه، مرتبطه بس بالزراعه وبالناس اللي بيربوا الطيور بالتحديد، يعني الطيور الحمام والدجاج او المزارع بتاعت النباتات العاديه دي. لكن دي شويه يعني فئه مختلفه خالص وفئه نادره. المرض المعروف هو مرض الازمه بدرجاته المختلفه. قال لك طفلك عنده ازمه، يتوكل شوف العلاجات بوين، والعلاجات كلها في يدك. اي زي طيب. ما حنجي نقول كويس. دكتور احمد صالح، الليله لما نيجي اتكلم عن ازمه او مريض ازمه، اللي بيحصل شنو؟ الزول اللي عنده ازمه ده مشكلته شنو؟ الزول عنده ازمه باختصار، اذا حاولنا نشرح بلغه مبسطه، الشعب الهوائيه الممرات اللي بتمرر الهواء دي حساسه اكثر من الناس العاديين. بتقوم بتستجيب لاي مثير من المثيرات، حنجي نتعرض للمثيرات بعد شويه. يعني غبار، اتربة، عطور، بيقوم الزول العادي بيتعامل معاه جهاز التنفس بصوره عاديه، بيطلعها لبرا، بيطلعها مع البلغم بدون ما يحس بها. الزول المريض بتاع الازمه استجابه للمحسسات او المثيرات او الغبار والحاجات زي دي، بيقوم بيحصل ضيق في الشعب الهوائيه، وبيحصل انقباض في العضلات المحيطه بالشعب الهوائيه كده. يعني بيقوم تزيد لي من ضيقه، بيفرز لي سوائل التهابيه داخل تجويف الشعب الهوائيه ذاته. يعني بقى عندي ثلاثه عوامل ادت لي لضيق الشعب الهوائيه، الشعب ذاته اتضيقت والعضله الحوليه انقبضت، وجوا في افراز بتاع مخاط، وفي زي تضخم كده في الغدد المخاطيه جوا الشعب الهوائي. الثلاثه مع بعض دي ضيقت لي قطر الشعب الهوائي. يعني مثلا فور اكزامبل، بدل ما يكون قطر الشعب الهوائي قدر القلم ده، اثناء النوم بيقوم بيبقى قدر الانبوبه الداخليه دي مثلا، وكل مره قطر الشعب الهوائي ماشي يضيق. عشان كده لما نقول لك طفلك او زولك او ابوك او عنده حساسيه من او عنده ازمه من الدرجه الخفيفه، ما تقول لي حساسيه وتخلي، لانه لو خليته بتتطور الازمه، بتتطور بعد ما كانت خفيفه حاده متقطعه، تبقى خفيفه متقطعه، تبقى حاده، تبقى متوسطه، تبقى عنيفه حاده. لما تخش في لا قدر الله النوبه المهدده للحياه، وفي ناس بيخشوا عنايه مكثفه وتنفس صناعي بسبب الازمه يموتوا. طيب الدكتور عم صالح، خلينا مع التطور بتاع الازمه. نعم. التطور اللي انت بتتكلم عنه، شنو هي الاسباب اللي بتخلي انه انا، اول حاجه شنو الاسباب التي تؤدي الى للازمه، وشنو الاسباب اللي بتخلي انه الشخص في طور كان طبيعي وهادي وكان بدل حساب ولا حساسيه لانه يمكن ان يدخل العنايه المكثفه؟ ايوه جدا. الاسباب الاساسيه طبعا هي طبعا الازمه فيها جانب وراثي، فيها نوعين من الازمه طبعا. في نوع وراثي وفي نوع غير وراثي. يعني حتى لو جاتك ازمه في اي عمر، طبعا الازمه يا اخواننا من المهدي الى اللحد، ما عنده عمر. عشان في الغالب ممكن تبدا معك في الطفوله، في البلوغ، في المراهقه، لكن في ناس بتبدا لهم بعد ال 35 سنه عادي، يعني في اي عمر من المهدي الى اللحد. فاذا كان النوع الوراثي او الغير وراثي، الاثنين الاسباب بتخليه يتطور من ازمه متقطعه وخفيفه، يعني خفيفه في نوبتها ومتقطعه، ممكن تجيك نوبه مره في السنه. اللي بيخليها تتطور اللي هي المسببات بتاعت الازمه، انك ما تتفادى المسببات اللي هي اخطر المسببات طبعا على وجه الارض. نحن بنقول اخطر ثلاثه في الاول، بعد ذاك نقول هنا اخطر ثلاثه حاجات، اللي هو غبار المنزل، الغبار اللي بتعمله براكت في نفسك. يعني هو غبار المنزل بتشمل الستاير والموكيت والعفش القديمه في المخزن، اي حاجه ما بتستخدم لفتره طويله، بالذات الطبيعات القماشيه، يعني الستاير القماشيه بالذات. في ستاير كده زي الخرز او زي السبحه ما اشكال، لكن الستاير، الموكيت، العفش في المخزن، جرايد قديمه، دولاب قديم، دائما عندنا سطح الدولاب او سطح الثلاجه بيكون فوق الغبار الناعم ده،
بتتولد فيه بعض الحشرات بدون ما الزول يشوف هو الفضلات بتاعت الحشرات دي، حتى لو هي اختفت بتكون قاعده، يبقى محتويات البيت، يبقى غبار المنزل بيخاف منه اكثر من غبار الشارع. غبار الشارع او الجو برضو، الجو الممطر او الغبار ده ممكن، لكن غبار المنزل نمره اثنين حبوب اللقاح طوالي، نمره اثنين في الخطوره بعد غبار المنزل حبوب اللقاح الطالعه من الاشجار والزهور والنباتات دي بتكون حايمه في الجو، دي خطره جدا. نمره ثلاثه طوالي العطور والمزيلات بانواعها والصابون، مواد النظافه كلها، صابون عطور، صابون سائل شبه سائل، دي في الاول اي زول جات نومه بنوقفها منه فتره، بعد ذاك بنرجع بالتدريج باختبارات معينه لما نعرف العطر المتهم بالضبط ياتو. في اختبارات بتوريك الصابون اللي بيعمل لك حساسيه ياتو، العطر اللي بيعمل لك حساسيه ياتو. بعد ذاك اعمال الصيانه، اي اعمال صيانه في البيت، اذا في زول بيضرب بوهيا اسمنتي، بوهيا جير سينر زي ما تفضلت في بدايه الحلقه، ايام العيد الناس بتزعف، انت بتزعف بتشيل غبار المنزل القاعد يمكن له سنه كامله. فدي اي بيت فيه ازمه بالله يا اما ما يزعف، يا اما الزول اللي عنده ازمه يطلع يطلع يقعد نص يوم كده بعد ما يجيب، حتى لو تجيب زول بالقروش اشتغل لك افضل لك تشتري صحتك يعني. صح. بعد ذاك فتح النوافذ والشبابيك بعد ما الزعيف والنظافه تنتهي وريحه البوهيه الجديده تطلع، فتح الشبابيك خلي الحته تضربها هواء كده، بعد ذاك تعال راجع. بعد ذاك الناس اللي بيربوا حيوانات وطيور في البيت، إذا كان جنبك مصنع أو فرن أو أي حاجة بتطلع حاجة غازية أو شيء غازي، يعني الناس الساكنين في المناطق الصناعية، يعني حتى الناس الآن بيغيموا مصانع البلوك العشوائية دي، أو زول ساكن جنب منطقة صناعية، بعد ذاك الحرائق الموجودة حرائق الكوش والوساخة، أيوة بالضبط كده. يعني أنت داير تعمل نظافة بيئة، تقوم تحرق الوساخة تسبب مشكلة أكبر منها، لأنه ممكن تقتل زول، ممكن تقتل زول عنده أزمة، وممكن تسبب تلوث في البيئة. حتى حرائق اللسادك واماكن التظاهرات والشغب والبومبان دي الناس يزحوا منها بعيد، يعني لانه اي زول عنده ازمه او حساسيه بتاع الجوب انفيه شويه كده يبتعد من الحاجات دي. في فئه قليله من الناس بتسبب لهم الازمه ذات بعض الادويه، يعني اذا عندك ازمه مشيت لدكتور عندك ضغط كلمه وقول له عندي ازمه، لانه احتمال داير يديك اسبرين، داير يديك ادويه مخفضه لضربات القلب او منظمه لضربات القلب، دي بتعمل ازمه من نوع منها يعني كويس، مسكنات الرطوبه في نوع منها بيعمل ازمه، مكيفات المويه، يعني هي طيف واسع كده من المحسسات، لكن المشاكل بتاعتها حتى في ناس بعض الاطعمه بتعمل لهم، لكن دي بالتجربه يعني فدي تقريبا المحسسات الموجوده في الشيشه والتدخين او السجاير علاقتهم، حتى لو انا الليله المدخن والناس اللي حوالين المدخن، تاثيرات الحكايه دي هل كبيره ولا ما كبيره؟ طبعا على مريض الازمه وعلى غير مريض الازمه. التدخين طبعا بيفكك النسيج بتاع وبيقلل من درجه التماسك بتاعه، بيعمل لنا مرض اسمه الانسداد الرئوي المزمن، يعني ده كانه ازمه لكن عنيفه جدا ومستمره، يعني الليله زول الازمه دكتور وليد بتجيه في شكل نوبات، ممكن تجيه ازمه الليله سنه ثاني ما تجيه، يمشي سنتين ما يجيك، لكن الانسداد الرئوي المزمن ده على طول الخط، الضيق بتاع الشعب الهوائيه متواصل وبالعكس مدهور ماشي مدهور. فالتدخين بجميع انواعه، نحن بنعتبر التدخين والشيشه والتنباك كلهم تبغ ومجاوره المدخن اللي هو التدخين السلبي، دي كلها اول شيء ممكن تهيج نوبه الازمه في حد ذاتها، وممكن تحول لنا الازمه لانسداد شعبي مزمن، ده خير منه الازمه، ده اصلا ما بيتعالج خالص، يعني الزول بيظل كده في الاكسجين المستديم داخل المنزل لغايه ما يعني. طيب دكتور احمد صالح، الليله لما نجي انا بقحقح نفسي بتضايق في حاجات بسيطة، انت الليلة انا جيتك كطبيب بتاع جهاز تنفسي، كيف بتشخص انه والله المريض ده عنده ازمة؟ عشان ما انا ابقى من محمد صالح لعبد الرحمن لايوب لعمر واقعد اخذ اللفة دي طويلة. نحن دائما بننكر المرض، بنحاول نخفف من وطأة المرض بانه والله الدكتور قال انا ازمة لكن ما بيعرف شكلها حساسيه، في دكتور ثاني قال لها حساسيه يعني قدر له عليه. أيوة. فانت قبل ثبتت علينا انه في حاجه يعني حساسيه دي معناها ازمه، عشان ما نقوم نغير الكلمات عشان ما نلف وندور. نعم. كيف بنشخص مريض الازمه؟ التشخيص الاساس طبعا بالاعراض، الاعراض بنبدا من التاريخ المرضي بتاع اسره المريض ذاته، مش المريض نفسه، في الاول بنبدا باسره المريض، في حاجات مرجحات وفي حاجات يعني زي ما بيقولوا شارب كت كده علامه فارغه انه دي ازمه. المرجحات انه المريض يكون هو واهله عندهم ازمه، تاريخ بتاع اسره عندهم ازمه، او عندهم اي نوع ثاني من انواع الحساسيه اللي زي حساسيه الجيوب الانفيه او حساسيه الجلد اللي بنسميها الاكزيما كويس. بعد ذلك يكون في طفولته تعرض لكم نوبه كده، اذا ما لقينا الحاجات دي برضه ما بننفي الازمه، بنجي للاعراض.
أعراض الأزمة زي ما قلت أنا مثلا عندي قحة أو عندي ضيق نفس، كيف أعرف أن ضيق النفس ده ماشي في اتجاه الأزمة؟ مميزات ضيق النفس والقحة بتاعت الأزمة، أول شيء بيسوء في الليل وفي الصباح الباكر، يعني دائما الإنسان بيقول لك أنا بالنهار والله كويس، مما المغرب كده نبدأ بقح نفسي بتضايق وبكتم عديل الساعة 3-4 لغاية 6 صباحا، ده لأن الكورتيزون الطبيعي في جسم الإنسان بيكون طالع متصاعد في المساء بيمشي متنازل، قريب الساعة 3-4-5 صباحا دي أخطر فترة لمريض الأزمة، عشان كده من هنا بنصح مريض الأزمة دائما ما يبيت براه، إذا كان ساكن في أسرة يكون مع ناس البيت، إذا كان في داخلية يشوف بايت في غرفة وراه لا يمشي الغرفة الثانية، يبيت مع واحد يخلي تلفونه فاتح، فيبقى قحة وضيق نفس وفي صوت بنسموه صوت الصفير أو السكسكة في الصدر، دائما بتكون قلنا بالنهار قليلة بتكسر في الليل وفي الصباح الباكر. بعد ذاك الإنسان بنعمل له اختبار اسمه وظائف الرئة، وظائف الرئة بنشوف السعة، في حاجة اسمها سعة الرئة، عندها مجموعة من السعات، سعة الرئة دي قدر شنو بتدخل وبتمرق الهواء، عندها قياسات معينة بنختبر سعة الرئة قبل وبعد موسع الشعب، يعني بنعمل وظائف الرئة نخلي المريض ياخذ موسع شعب بياخذ ربع ساعة بنعيدها بعد موسع الشعب، إذا تحسنت أعراض الأزمة بنسبة 20% سعات الرئة دي إذا تحسنت بنسبة 20% بعد موسع الشعب ده الفحص المشخص للأزمة تماما، دي النقطة اللي بنقول لزول أنت عندك أزمة خلاص، لكن كمان إذا ما ظهرت برضو ما بتنفي الأزمة، إذا استصحبنا بقيت الأعراض ومع صورة أشعة وكده وناية برضو بنشخص الأزمة بالأعراض، يعني هي تشخيص الأساسي سريري بالأعراض وبالعلامات وكشف السماعة. طيب وظائف الرئة وصورة الأشعة فحوصات مساعدة. تمام. طيب نعم. دكتور محمد صالح يمكن على صفحتنا دائما ننزل زعلانين مننا، أنا حاخد مجموعة ودكتور محمد صالح برضو معانا في الفيسبوك، وناس الدكاترة دي كلهم عندهم فيسبوك يعني ما في مشاكل وإن شاء الله في صفحتنا هو موجود صفحة البرنامج على الفيسبوك الحكيم مع دكتور وليد، حيجاوب على الأسئلة يمكن ما قدرنا نجاوب عليها خلال الحلقة عشان ندي برضو فرصة للتلفونات وفرصة للنقاش اللي بيكون بيناتنا. طيب دكتور محمد صالح، مريم قلت لك أول حاجة كهربتهم قاطعة، عشان كده كلهم بيشتكوا انه الكهرباء قاطعه، وسيد وزير الطاقه الدنيا عيد يا اخي عليك الله نستر معانا، الله يديك الصحه والعافيه، قصه الكهرباء قاطعه والدنيا عيد والدنيا خروف وكده، فالقصه دي يعني مؤلمه جدا ومهلكه. طيب قالت مريم قالت عندي مشكله ارجو الرد عليها ضروري لو سمحت، ولدي عمره 14 سنه له اكثر من اسبوعين بحس بضيق في صدره ويحس انه بطنه مليانه زي زول الشبعان، وفي نفس الوقت عنده حشرقه في الحلق زي البلغم، فاحترت نسحب لاخصائي باطنيه ولا نمشي وين؟ فمشينا الاسبوع الفات الى مستشفى الدوحه للانف والاذن والحجره وقابلنا اخصائي وكشف الحلق وقال عنده بلغم ومخاط وادانا دواء شراب لمده 10 يوم، خلصنا مده الدواء وهي للامس ولسه بحس بضيق في الصدر التنفس وحشرقه في الحلق، ارجو يا دكتور تدلوني المفروض امشي لاخصائي انا. والله أول شيء طبعا نعلق على قصة قطعة الكهرباء، طبعا الجو الشاذ الحر الشديد والبرد الشديد من مثيرات الأزمة، يعني مثلا دي أهم جزئية. نعم. يعني في ناس قاعدين في البيوت دي مع مع الوطن السخنة دي الحر الشديد بهيج نوبة الأزمة والبرد الشديد والمطر الشديد والغبار الشديد أي جو شاذ، الطفل ده طبعا أعراضه شوية كده مشتركة بين البطن والصدر، يعني إذا كان في انتفاخ في البطن قد يضغط على الحجاب الحاجز يزيد لنا الضغط داخل الصدر قد يكون سبب، فهي طالما عمره 14 سنة بتمشي لأخصائي أطفال شوف الصدر، يعني زي دي حالة دي لازم نكشف عليها بالسماعة، لكن خلينا هنا أسأله إذا أعراضه بتمشي بالليل أسوأ وبالصباح الباكر ده ماشي في اتجاه الأزمة تمشي لأخصائي صدر أطفال. نحن ندي مريم كريت تقابلك في عيادتك الخاصة، ما في إشكال مجانا، ما في إشكال مريم، إن شاء الله تواصل معنا على الصفحة، إن شاء الله نديك كريت والدنيا قبائل العيد، بعد العيد إن شاء الله تقابل أخونا دكتور محمد صالح في عيادته الخاصة عشان يشوف ولدك بإذن الله تعالى. طيب سؤال ثاني قال لك يا دكتور، هل البخاخات دي بندمنها؟ لا أبدا، البخاخات يا أخوانا أي بخاخ نسبة الكورتيزون، طبعا في بخاخات أصلا ما فيها كورتيزون. طيب ما خلينا ناخذها من البداية كده نشوف البخاخات دي أنواع شنو؟ جدا، ويعني شو فيها كورتيزون وبعد ذلك نمسك موضوع الإدمان ده. جدا. طيب البخاخات أصلا على نوعين، كده نقول بخاخ الجيوب الأنفية ده عشان نخلص منه، طبعا في ارتباط وثيق بين الجيوب الأنفية والأزمة، غالبا نفس الطريقة اللي بتهيج ونفس المثيرات بتاعت الحساسية بتاعت الجيوب الأنفية بتاعت الأزمة، فإذا ما سيطرت على الجيوب الأنفية حظل الأزمة برضو لسه بتقحقه، فده بخاخ الجيوب الأنفية الإنسان بيشيل الغطاء كده بيمسك بأصبعين بس سبابة وإبهام
تلاقيه فتحة أنف بختان وانت قاعد مستقيم، ما تصنقع كده زي ما بيعمل بعض الناس، قاعد مستقيم بختان كده استنشق كده خلاص. يمكن اخواننا ناس الانف والحنجره بيشرحوها احسن مننا، لكن لانها بس مرتبطه جبنا بخاخه. الازمه نوعين، في بخاخ دايم وفي بخاخ مسكن او ملطف. في اللحظه اللي بتجيك النوبه بتستخدم البخاخ الازرق اسمه سال بيوتامول. نحن ما حنقول اسم بنتولين يعني. والله بس ماذا نقول اسم الشركه؟ لا بس عشان الناس تفهم، نحن ما بنعمل دعايه للشركه، لكن في النهايه الناس بتفهموا بالاسم ده جدا. هاي فنتولين، فنتال، او اي حاجه اسمه سال بيوتامول، غالبا بيكون باللون الازرق او الرمادي. ده مسكن، ده اللي بينغزك في ساعه النوبه. ده لازم يكون معاك في جيبك في اي محله، في البيت، في الشارع، في الدكان، في الجامع، ماشي بيت بكا، ماشي بيت عرس، لانه انا ممكن اكون عامل حسابي وعامل وقايه، لكن في المواصلات يركب جنبي واحد متعطر مش او في الجامع. فده لازم يكون في جيبك او في للبنات في شنطتك في اي لحظه. ده مسكن انا بستخدمه اذا جاني ضيق النفس عند اللزوم، يعني باختصار ده عند اللزوم 3 مرات. المره الاولى اخذ ربع ساعه او نص ساعه، المره الثانيه ربع ساعه ونص ساعه، المره الثالثه اذا ما استجاب للمره الثالثه طوال بمشي المستشفى. معناتها دي ما تقول لا لا اصبر اصبر، لا لا اكثر حاجه تصبر مرتين. الثالثه معناتها انت ماشي على نوبه عنيفه حاده والله قدر الله تبقى لك نوبه مهدده للحياه. استخدامك الآتي، انا بمسك كده باصبعين بس سباب وابهام، شلت الغطاء بهزه كده بطلع زفير، قبل ما اخذ الشهيق بدخله بسرعه بعضيه بالاسنان، بطوب عليه بالفم وبضغط ضغطتين وباخذ الشهيق القبيل طلعته، بقوم بالشهيق بدخل الدواء جوا والاثنين بكتم عليهم نفسي 5 ثواني. يعني انا حمثل لكم مسي. طيب شهيق وزفير ده عشان نوضح لبعض اهلنا البسيطين جدا. النفس اللي بيطلع بره ده اسمه زفير، النفس اللي بندخله بنخرنا ده اسمه شهيق. اسمه شهيق جدا. يلا انا طلعت الهواء، قبل ما ادخل هواء بهزه باصبعين 4 5 حسبت 5 ثواني، طلعت هواء، هزيت البخاخ، ضغطت ضغطتين، رجعت الهواء دخلته جوا ودخلت به الدواء وكتمت النفس 5 ثواني 4 5 خلاص. دي تعتبر جرعه واحده بكفي للبخاخ، بقعد بتنفس عادي بعد ربع ساعه نص ساعه بقيت كويس خلاص انسى الموضوع. ما بقيت كويس بعد ربع ساعه ثانيه اكرر نفس الحركه، شهيق او طلع هواء زفير دخل طلع ربع ساعة. المرة الثالثة لو ما استجبت طوال امشي المستشفى، معناتها انا محتاج لعلاجات اوسع. الدنيا مقفلة يعني زي ما بيقولوا شعبك الهوائية اتقفلت وبدت تتقفل زيادة. ايوه يعني ممكن تموت وما استجابت، هاي ممكن يحصل موت في فترة بسيطة. عشان كده لازم احصل المستشفى، معناتها محتاج كورتيزون بالوريد، محتاج اكسجين، محتاج تقييم ذاته على كل ربع ساعة كده. نعم. ده البخاخ اللي عند اللزوم، ده البخاخ الدايم اللي هو دايم يسميه مسكن، وده بنسميه علاجي كويس، علاجي ووقائي. ده عشان ما تجيك النوبات، ده المفروض تستخدمه 4 مرات، 2 صباح و2 مساء. بتشيل الغطاء الخارجي كده الاحمر ده، الاحمر ده في انواع منه ولا بس ده؟ في انواع كثيره لكن في الغالب. قاطع والله يا دكتور محمد صالح، والله قاطع، لكن لسه جه في الامدادات ظهر بس بتصرف بريستريكشن. بيرشيتا. اي طمن الناس قول لهم موجود بريشيتا بس مختومه، موجود وفي داخل التامين وفي مستشفى الشعب بصيدليه مستشفى الشعب بالتامين، بس تجيب روشيتا مختومه من اخصائي، لانه صراحه في ناس بيشيلوا بتجربه زي ما عارف وضع البلد شويه كده. بمسكه من النص، الغطاء الفوق ما عندي معاه شغله، الغطاء الاحمر التحت ده زي بحركه زي ما بقوله مع عقارب الساعه، وبرجعه عكس عقارب الساعه، لا من اسمع صوت طقه كده اللي هو اودي كده، لا من يقف حد وارجعه. اول ما قال طق ده بس بشفطه، بتعضي بالاسنان كده تاخذ شفطه طويله، وما محتاج تكتم صدرك عليه. لو كتمت نفسك 5 ثواني افضل، دي تعتبر بخه واحده بقفله، برجع بعد 10 دقائق بعمل الثانية طوالي. ما هم دي لازم اعمل الثانية، ما 2 صباح و2 مساء نفس الطريقة. ما ورا بعض يعني؟ يمين يعني الدون فاصل ربع ساعة 10 دقائق كده. ثاني اخذتها 4 5، انا اخذت عليه شفطة غاية وين وما ازمتك لكن الحمد لله كويس. خديته قعدت ربع ساعة، بعد ذاك اتمضمض منه عادي، ما عنده اي اثر جانبي سوى انه قد يعمل بعض الفطريات في الفم لبعض الناس. ده الاثر الجانبي الوحيد، ولا بيعمل ادمان ولا حاجه. ده فيه الكورتيزون، ده فيه كورتيزون وفيه موسع شعب زي ده لكن طويل المدى. ده عشان كده بنسميه وغايه، لانه بيديك وغايه وعلاجي. علاجي فيه كورتيزون، وغايه بيديك موسع شعب طويل المدى. فده ما عنده اي اثر. نسبه الكورتيزون اللي فيه 1 على 40 من حبه الكورتيزون، يعني ما بيعمل اي ادمان يذكر، الناس ما تخاف منه.
وانس انه الطبيب غرر لك البخاخ ده معناته لقى في حاجه في صدرك لازم، لو ما اخذته بالعكس هو بيقول لك جسمي حيتعود على البخاخ، لا بالعكس لو ما اخذت البخاخ العلاجي جسمك حيتعود على دقة الشعب الهوائيه، دقة الشعب الهوائيه بالمناسبه ممكن يصير فتره يبقى ثابت زيه زي الانسداد الشعبي المزمن. يعني هو اللي بيميز الازمه يا دكتور وليد انه دقة الشعب الهوائيه اللي فيها مؤقت، ممكن تاخذ جرعه فنتولين او في المستشفى وتمشي سنه ثانيه ما تجيك، لكن لو ما اهملت العلاجات واهملت المحاذير اللي قلناها الابتعاد عن غبار المنزل والعطور والمزيلات، ضيق الشعب الهوائيه بتاعتك بعد شويه بتتعود على الضيق، ضيقه بيبقى ثابت بدل ما كان مؤقت يحصل فيها شويه تليف بالجنبات، تبقى شنو ايش الضيق بيبقى ثابت بعد ذاك بيجي زيك وزي قريب من بتاع انسداد الشعب المزمن. فاي زول قال لو عندك ازمه ولو خفيفه اتبع المحاذير. السؤال الثاني، العلاجات دي ما قد تكون ما دائمه، احنا بنقيم الوضع كل 3 شهور، عندنا سلم اسمه السلم العلاجي للازمه طبعا. يعني بنبدا للزول بالبخاخ البسيط ده عند اللزوم، اذا استجاب خلاص ما في، اذا ما استجاب بننتقل للخطوه الثانيه في بخاخ فيه كورتيزون بس، اذا ما استجاب بننتقل للخطوه الثالثه في بخاخ زي ده فيه كورتيزون وفيه موسع شعب طويل المدى، وهكذا سلم. والسلم ده بنقيمه كل 3 شهور، التزمت بالمحاذير وبالعلاج بننقص ننقص لغايه ما نخليك على ده عند اللزوم. يعني في ناس وصلوا مرحله يمكن سنة ما جات النوبة، سنتين ما جات النوبة، لكن ده لا يعني انه خلاص الازمة انتهت وراحت. لا ما بتروح، الازمة مرض مزمن زي الضغط والسكري، زي الضغط والسكري وزي الموية ما بتخلي دريبة. شاكر ممكن تدينا تلفونات نسمع تاني انا يعني سؤال، انا ليلة مسيطر على الصفحة لانه الناس بيقولوا انه احنا ما قاعدين نجاوبهم. بارك الله. طيب عصمة قالت اولادي عندهم ربو تحسسي، هل بيروح لما يكبروا ولا زيهم وزي ناس الازمه بيبقوا طوال عمرهم بيحتاجوا فنتولين لما يتحسسوا من الغبار الكتم الحر، والفرق شنو بين الازمه والربو التحسسي؟ طبعا ما سؤال مباشر كده، سؤال مباشر. الازمه يا هربوا، هو الازمه دي ما الكلمه الانجليزيه طبعا ازمه اي اس تي اتش ام اي، يعني الناس بيفتكروا الازمه اصلا هي تحسسيه، هي اصلا تحسسي، فما في فرق، هي الازمه يا الازمه. الشعب الاطفال الصغار خالص بيجيهم حاجه اسمها التهاب الشعب الهوائيه، ده دي التهاب في الشعب الهوائي، ده دائما بيجي للاطفال دون سن الخامسه، والتمييز بيناتهم صعب في الفتره اقل من سن الخامسه لغايه ما الطفل يكبر. لكن برضه بنرجع ونقول اذا كان الاعراض اكثر بالليل وبالصباح الباكر وفي تاريخ للاسره بالازمه يبقى ده ازمه، ما التهاب شعب هوائي، ده بالنسبه للاطفال الاقل من 5 سنة. لكن ما في اي حاجه اسمها تحسس وتحسسي وحساسيه دي كلها اسامي دلع، زي دلع. الناس قاعد يقولوا الكوليرا الاسهال الماء الحاد، الناس تسمي الناس بمسميات عشان الناس تعرف مرضك وتعرف تعالجه ومزغ منه. عندك سرطان 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 اصلا بالعالج، يعني ما الناس ما تلف وتدور، الازمه هي الازمه. طيب ولا بتقول يا دكتور انا عندي ازمه ومن فتره صدري ما نظيف، فيه بلغم نهايه ما راح، مشيت دكتور وعملت صورة للصدر ما في أي حاجة، الصورة نظيفة، أعمل شنو عشان الصدر ينظف من البلغم؟ أيوة. سريعا كده، مع أنه ما عند يعني هو عنده علاقة بالحلقة بتاعتنا، الموضوع بتاع البلغم المتكرر. أيوة هي عندها أزمة مش كده؟ طبعا أصلا صورة الصدر في الغالب قاعد تكون نظيفة إلا إذا حصلت مضاعفات، لكن البلغم المتكرر جربي حوالين بقوم في واحد من المحسسات اللي قلناها دي في البيت، يا في ستائر يا في مزيلات بتاع عرق يا في عطور يا في صابون بودرة صابون شيبي سائل، جرب المحسسات دي كلها. وطبعا في اختبار بيوريك المحسسات دي يا دكتور وليد، لكن للأسف ما موجود في السودان أو موجود في برايفت في مستشفى خاص، بس ما درنا على اللو عشان ما يكونوا من قبيل الدعاية، لكن في واحد من أخواننا جابه في مستشفى خاص، بنسعى إن شاء الله في مستشفى الشعب إنه نجيبه باعتبار مركز بتاع جهاز تنفسي، اللي هو بيعمل لك اختبار على جلدك، الشيء اللي بيعمل لك حساسية في جلدك هيعمل لك حساسية في صدرك، فبيوروك نوع الصابون اللي بيعمل لك حساسية، نوع العطر، نوع الآي، إن شاء الله في سعي كده إنه الحياة دي تكتمل. يا ريت والله تجي في المصاري. نسمع تلفون يونس، يونس صديق البرنامج من النهود، يونس زيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا دكتور وليد، كل عام والأمة السودانية حبابك 10 يا يونس. طيبة كل عام والأمة السودانية المسكينة، الشعب السوداني المسكين الطيب الصابر، إن شاء الله السنة الجاية زي الوقت ده ربنا يبدل الحال بأحسن حال، والحال الأمور زي ما قلت تمشي لها للأحسن يا دكتور وليد. آمين يا رب العالمين، آمين وإياكم إن شاء الله. يا دكتور وليد بعض الملاحظات أو الملحوظات لو صحت العبارة بالنسبه يعني في الاعياد الناس بيكونوا متكدسين في المتابخ يعني الدخاخين وكذا، المساله بالنسبه لنا في الازمه بالنسبه للناس بيكون متكدسين بكميات كبيره في المتابخ، والمساله من حاجه اسمها الربيب، الربيب ده الشحم حق البهايم. انا بعد
انا والدكتور ده بالمناسبه يعني ما خرطومين، بنعرف احنا اولاد غاليين يعني احنا الله يديك العافيه عارفينه. وزيد على ذلك بالنسبه للناس اللي عاملين عمليه الدعومات، العمليه حقت الدعومات وعمليه القفطره، ونسال الدكتور الفرق بين الدعومات وبين القفطره شنو؟ الدعومات والقسطر بس ديل ما حقاته، ديل حقات ناس القلب. لو تابعت في رمضان كان عندنا حلقه يمكن جبنا دكتور عوض ودكتور انس كثير جدا يتكلموا على الموضوع بتاع الدعامه اللي هي تحت القلب والقسطره، والقسطره بدخلوها 200. اكيد بوعدك ان شاء الله بحلقه ان شاء الله عن هناك موضوع الليله عن الازمه. وليد بالنسبه للنسخ يعني بعض الناس بنفخوا الغرفان النسخ يعني بنفخوا بكميات كبيره عشان الجلد عشان السلخ. يلا الناس على النسخ ده حل عنده يعني سلبيات ولا حاجة عادية جدا ولا ينفقوا بطرمبة ولا الحاجة الممكن تحصل شنو. يا دكتور وليد أحييك وأحيي قناة الهلال، وما شاء الله قناة الهلال مقدم لنا دور جميل جدا جدا. الله يخليك. كل عام والأمة السودانية بألف خير وصحة. آمين يا رب. كل سنة طيب يا يونس يا أخي، وكل أهلنا في النهود بخير وعافية، وكل أهلنا في السودان داخل وخارج السودان بخير وعافية. كريم لنا على زيارة يونس. والله يونس كويس نبهنا لنقطة مهمة جدا، ستات البيوت وامهاتنا الفضليات واخواتنا في المطبخ اليومين، اول شيء المطبخ لازم يكون فيه تهوية جيدة. يعني عندك طريقة اركب مروحة شفط، ما في طريقة اخلي الشباك يكون واسع وفاتح. نمرة واحد، نمرة اثنين الغاز بتاع الهيتر ده الزول ما يخلي فاتح دائما ويمشي منه بعيد. الشيء المهم جدا مع أزمة الغاز، في ناس بيقوا يستخدموا الفحم. الفحم ده فيه حاجة خطرة جدا اسمها البايو غاز او الغاز العضوي. اللي هو فحم او حطب ده خطير جدا، وممكن يعمل لنا الانسداد الشعبي المزمن اللي هو كانها ازمه مزمنه، الانسداد الرئوي المزمن. فاي واحده اضطرت تستخدم الفحم بالله تعمله في الحوش، اذا ساكنه في شقه تعمله في بلكونه، لازم يكون حته فاتحه ما جوا، هاي ما جوا نهايه ما في حته مكتومه. بعد ذاك سال من الربيد ده ما عنده طبعا علاقه، في ناس بعض الاطعمه بتهيج لهم الازمه، لكن دي بالتجربه. يعني في زول لو خدت مثلا قطعه الفلفليه او الاسود ده الباذنجان ده في الفم طوالي يعمل له حساسيه وطوالي حبوب كده حمراء حول الوش ويورم الوش ده، اعرفه ممكن يهيج لك الازمه خليه. لكن منتجات اللحوم دي ما عندها علاقه بالازمه. الزول اللي بينفخ في الخروف بس احتمال لو عنده ازمه ما ينفخ، لانه الجلد بتاع الخروف ده بيكون قريب منه شويه كده، لكن ما في علاقه مباشره كده. طيب شكرا يا يونس. عندنا تليفون ثاني يا شاكر. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا بك حبابي. دكتور كيف حالك؟ نحن بخير ما دام انتم بخير. كل سنه وانتم طيبين مقدمين ان شاء الله. انت بخير وعافيه يا رب. كنت بخير. يعطيك العافيه الله يبارك حبابي. يا دكتور انا عندي اساسا ازمه. نعم. لكن ازمه زي موسميه، تجيني في موسم معين. اللي هو يا موسم. يعني مره اي موسم قلت لك يعني الكلام ده عنده شهر محدد ولا موسم قصدك؟ لا بس يعني بيجيني في ثلاثة يعني بعد كم شهر كده يعني ما طوالي. حتى كان قبل شهرين قامت علي، فكان بيجيني قحة يعني ما بين قحة جافة وقحة فيها بلغم. نعم. بيجيني زي اشرق في الحلق كده وقحة بقح لا من بيغمى علي، يعني كما حصلت انا مسكت حاجة بقع. نعم. فكنت بمشي باخذ اكسجين وبعض فانتيلين، كان مديني البخاخ الوقائي اللبني ده بستعمله، فادوني حبوب بتاع التلفزيون. ايوه. ان انا كان ببلع 8 حبات، 4 حبات صباح و4 حبات مساء. لمده كم؟ جففت لي البلغم لمده 5 يوم. تمام. جففت لي البلغم وشربت كميه من دواء القحه. لكن انا من عملت صوره للاشعه الاخصائي بتاع الصدريه قال لي الصدر بتاعي ده ما نظيف. هي ما وضح لي ما نظيف وش يعني. طيب. بلغم في حاجة. طيب السؤال أول حاجة أنا بديكي كارت تقابل أخونا دكتور أحمد صالح ده مجانا في عيادته. داير أسألك بعض الأسئلة، أنت ساكنة وين؟ أنا ساكنة بري المحل. ساكنة بري، تحية لأهلنا في بري كلهم. الحاجة الثانية عمرك كم سنة؟ أنا عمري 42 سنة. اسمها كم؟ 42. 42 سنة، والأزمة دي ليها كم سنة معاك؟ قالوا لك إنها أزمة موسمية دي. والله ليها زي كم؟ والله يعني زي سنتين كده تقريبا. نخلي دكتور عمار صالح يقول ذلك. معاه اعراض في الانف شويه كده، الانف ايوه عندي جيوب انفيه. نعم. يلا الموسميه دي طبعا غالبا الازمه ما قاعد تكون موسميه، الازمه بتكون بنسميها خفيفه ومتقطعه.
الموسمين دي دائما الجيوب الانفيه في حاجه بنسميها هاي فيفر او حمى القش. أيوة. حمى القش، القش يعني اللي هو رمز طبعا للبرسيم او حبوب اللقاح اللي بتطلع من الحشائش دي، دائما بتكون في الموسميه هاي في الخريف. فدي دائما الانسان اذا ما عالج الانسان عدم المؤاخذه، اذا هو صاحي كده جاء مخاط في الانف بينف كده المؤاخذه لقدام بيطلعه لبرا، لكن اذا هو نايم الانف بيسقط لورا بيرجع في الشعب الهوائيه وفي الحنجره، بيسمي الدريب الانفي الخلفي بيسموه بوست نيزل دريب، يعني كانك انت المخاط اللي في الانف ده بقى ينقط لك زي الدريب، فبيعمل لك تهيج في الحنجره وفي الصدر. فالانسان بيقوح قدر ما يقوح يطلع كميه من البلغم، وقدر ما يكشفه على الصدر يلقوه نظيف. فالحالتين ده غالبا مشابهات او مدخلات، او ممكن يحصل الاثنين في وقت واحد. يعني يا دكتور تدري في صفير يعني عرفت بسمع زي صفير او بتسمع صفير، معناته عندك الاثنين حساسيه الجيوب الانفيه والازمه كده، يعني بحس هيك انه زي صوت يعني صوت ما نظيف، عرفتها؟ هاي الصوت الصفير او السكسكه اللي هو معناته عندك الاثنين مع بعض، الازمه والجيوب الانفيه. وطبعا الحاله اللي قلتها دي معروفه اسمها اغماء القحه او كف سينكوب، يعني الزول يقوح لغايه ما يفقد الوعي. يعني الميدلوكسين اللي بيكون طلعت للراس قلت شويه. ايوه بالضبط كده. فانت دايره تاخذ علاجات الازمه، لكن اهم حاجه دائما مريض الازمه بنقول له او العلاج بيبدا بيك. اول حاجه العلاج بيبدا بيك انت في بيتك، تمشي تطلع الستاير، صابون البودره، الريحه، العطور، المزيلات، الصوابين الملونه اللي عندها روائح، اي حيوانات او طيور في البيت تطلع، اي نباتات او شجر في البيت يتقطع، حتى لو في حته نجيله واحده كده بس قايمه بالغلط جنب الزير جنب المكيف من تحت الماسوره، تتابع البيت. يعني عندك حرب داخل المنزل قبل ما تمشي لاي دكتور، نظف بيتك ده، نظف زي ما نقول جبهتك الداخليه، بعد ذلك امشي للدكتور. يعني لما يكون بيتك فيه ستاير وتاخذ مليون بخاخ ومش لو اخذت كورتيزون حبوب ما حتبقى كويس، نزل الستاير خالص، شيل المسببات، شيل المسببات، هاي زينه المنزل ما اهم من حياه الانسان. بعد ذاك ايوه بعد ذاك بدي فرصه انه نحذر الاخوه المشاهدين كلهم عبر قناه الهلال، الكورتيزون الحبوب ده اخواننا خطر جدا، ما يديك للطبيب بيريحك، لكن ما يديك للطبيب تمشي تكرره براك. ايوه اقصى فتره يلا انا بصراحه استعملتهم مره قبل سنتين ريحوكي بعدين طوالي ثانيه كتبوا لي لك الخفته، يعني انا برانا لا وثاني كتبوا لك ما تخافي. هو الكورتيزون في الناس يسمى يفهم الكورتيزون غلط. الكورتيزون في لحظته في لحظه النوبه دواء منقذ للحياه، وبل اذا ما في صيدليه ما فيها كورتيزون او مستشفى ما فيها كورتيزون ما بده اجازه زاد عشان تشتغل، هو في لحظته منقذ للحياه. لكن انت بتشوف ريحك كده بعد شويه تمشي تشتري براك، بعد شويه تخش في مشاكل الكورتيزون، السمنه والضغط والسكر وهشاشه العظام، وينفخ لك الوش وينفخ الجسم، يعني قاتل بيبقى. فاقصى فتره للكورتيزون حتى بننصح اخواننا يعني صغار الاطباء بعد النوبه 10 يوم اسبوع اسبوعين بالكثير 3 اسابيع، لغايه 3 اسابيع ما بنحتاج نوقفه بالتدريج، بنوقفه بعد ذاك تواصل بالكورتيزون البخاخ اللي هو جرعه الكورتيزون اللي فيه يعني اقل من 41 واحد على 40 من الموجوده في الحبوب. بدي نصيحه للناس انه ما يمشي ياخذ الكورتيزون مراهم نهائي، حتى لو كنت في منطقه نايه الفتره اللي بتاخذ فيها الكورتيزون اصل بها لاقرب طبيب بتلقى علاجك ان شاء الله. ان شاء الله الكلام يعني اول حاجه نديكي كرت تواصلي مع المخرج تحت عشان تاخذ البيانات عياده الدكتور محمد صالح وين، ونديك الكرت مجانا بعد العيد تقابليه، وربنا يديك الصحه والعافيه. حبابي الله يديكم العافيه حبابي. وكل سنه وانتم طيبين وانت جزاكم الله الف خير. الله يخليك الله يخليك. يمكن اختنا دخلتني في حته مهمه، دواء القحه اشكال والوان. نعم. في جزء منهم بيدمنوا الناس بيمشوا يعني يشتغلوا به. أيوة. للاسف دواء القحه هل له فائدة بالنسبة لمنو الممكن يستفيد من الدواء القحة؟ والأطفال هل لما أول ما بدأ يقحقح مش الصيدلية يدونا دواء قحة ولا ده بقحقح؟ أيوة. يديوا دواء القحة، دواء القحة كويس ولا ما كويس؟ طبعا جهاز تنفسي، لا جهاز التنفس طبعا في الأزمة أدوية القحة كلها ممنوعة، الادويه التلقحة كلها بجميع انواعها ممنوعه، يعني الدواء الاسكف سبريسن اللي بيثبط القحه او بيوقف القحه ممنوع، واللي بيطلع القحه اللي هو الاكسبكتورنت اللي بيطلع البلغم طوارد البلغم برضه ممنوعه، يعني ما عدا نوع واحد من الادويه المسيله المرققه للبلغم اللي بتبقيه قوامه بدل كان سميك وتخين وما راضي يطلع زي المخاط كده يبقى ليه رغيق زي المويه، ده مسموح به، اللي هي بيسموها ميوكوليتكس اللي هي مواد بتخلي المخاط قوامه رقيق عشان يطلع بس، لكن أدوية مثبتة أو موقفة للقحة ممنوعة، أدوية
منفسة أو طاردة للبلغم ممنوعة، ما تمشي أي زول عنده شبهة بتاعت أزمة، ولو واحد من أزبيتهم أو أخوانه عنده أزمة ما يمشي الصيدلية. ودي برضو يا أخواننا رسالة لأخواننا الصيادلة، يعني واحد يكون أمين في مهنته، يعني جاك مريض بدرة وشتة ما تديه، بالذات أنه أدوية القحة دي معظمه يعني عندها إدمان، يعني داخلة في الإدمان، في بعض من الناس حيدخلوها من ضمن قائمة الأدوية المثيرة للإدمان يعني. فشوية كده الناس ما تمشي الصيدلية تتناول الأدوية براك، جاتك نوبة أمشي الدكتور وأعمل المحاذير، إن شاء الله علاجك في يدك بإذن الله. طيب دكتور محمد صالح معنا تليفون يا شاكر، اتفضل. ألو، السلام عليكم. مرحبا بكم. السلام دكتور وليد. أنا دكتور وليد، مرحبا بك حبابك. منو معك؟ وصال. منو؟ وصال الريح من الجزيرة. حبابك حبابك وحبابها هن في الجزيرة، كل سنة طيبين، تفضلي. والله يا دكتور وليد درس الجي ولا دي طفل ابن عمره هسه حاليا 7 سنين. نعم. يلا من عمره محمد ده من عمره 3 سنة يلا لاحظت عليه أول حاجة ما فاهم أي شيء، لما بدأ يجي الأزمة دي صوتك بيروح مننا، فيا ريت لو ثبتي التليفون عشان نقدر نسمعك. عمره 3 سنة محمد، وربنا يديه الصحة والعافية. قلت لي مما شنو؟ ما تسمعي للباقي تمي. مما عمره 3 سنة يا أول شيء لاحظت عليه وإنه لما تجري في الحوش كده يلا بيقعد يقوح يقوح لما يستفرغ. بيقعد شنو؟ بيقعد يقوح 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 يستفرغ. أيوه لما يستفرغ بدون نعم. أي حاجة. ثاني اتطورت شوية شوية، قمنا يعني رحلنا من كنا ساكنين في منطقة الحصحيصة ورحلنا في الجزيرة جزاته جوا، يلا بقت تجيه وكتمة نفس، يلا لو يتعرض لبرودة، لو المكيف كان شغال، لو المروحة دي كانت في نمر عالية، بيجي يلا بيقوم بيجيه وكتمة نفس، ونمش نودي المستشفى ويشوف أنسولين ويدوه أكسجين ويدوه يعني هيدروكزون وبيدوه الحبوب حقت نعم يعني بتعب تعب شديد. لكن يلا الشيء اللي لاحظت عليه ثاني يا دكتور انه لو ما عدوه مضاد حيوي ما بيبقى كويس. عمره هسه كم سنه؟ هسه حاليا عمره 7 سنين. واي دكتور مشينا قال يعني مشينا له قال دي ازمه. ازمه يعني مشخص عنده ازمه. اخر حاجه هسه مشينا يلا لدكتور قال لنا تعملوا لي منظار للرئه. طيب انا عملنا منظار، قال احتمال يكون لو حاجه نزلت فيها حاجه من كان طفل صغير بتعمل له ضيق النفس، بتعمل له كلام زي ده عشان نعرف. طيب ما في مشكله، انا سامعك كويس دكتور احمد صالح. برضو نحول لك المريض الاسي عمره 7 سنوات، الولد بعاني من عمره 3 سنة. نعم المنظار طلع نظيف يا اخت وصال؟ جلي نظيف ما في حاجه. طيب في الاسره، في الاسره عندكم زول عنده ازمه او اخوانه؟ ايوه عمه. لكن من بدا كان طفل، كان صغير، لما كان صغير ما كان عنده بنوك في المكيف بيطلع باي شيء، ما كان عنده حاجه كده يعني. لكن هسه وفي الغالب طبعا هاي دي غالب واضح يعني انها حاله ازمه بدت مبكره من الطفوله. طبعا قبل 3 سنة او 5 سنة قلنا التشخيص الازمه صعب لانها بتشتبه مع التهاب الشعيبات الهوائيه الصغيره بتاعت الاطفال، لكن دي هسه في الغالب بقت ازمه. كون يكون بقى العلاج اسم غريب 4 سنة فتره صعب. طويله عموما احنا نديك خير تقابل اخونا دكتور احمد صالح عشان يخش التفاصيل بتاعتها ان شاء الله. وابدي بالمحاذير اللي قلناها هسه دي، برضه نظفي بيتك من الحاجات اللي ذكرناها، الستاير والشجر والعطور والصابون، وان شاء الله توعيه. انا افتكر الازمه محتاجه للتوعيه، محتاجه توعيه كبيره جدا. بصراحه دكتور وتفاصيل والله بصراحه عشان كده انتوا اكثر ناس المفروض المريض يقعد معكم فترات طويله جدا بالضبط كده، الثقافه له مهمه يا دكتور محمد صالح. والله بالضبط كده دكتور. عندنا السيده للاسف بنقول لها نزل الستاير، نزل كل اسبوع بتجي بنوبه، قالت انا لو بموت ما بنزل ستاري. يعني بالنسبه لها اجيها هم من بتفضل. معانا تليفون صح؟ نعم. دقيقه بس، انا بس داير اسال سؤال. ينوم في المكيف بالنسبه لمريض الازمه من الافضل ينوم في الحوش البرد ده؟ ولو نام في المكيف، في ناس يقول لك والله المكيف ده المفروض يظبطوه على درجه محدده، يفتحوا لك بارد، نتكلم عن كل الطبقات. نعم. يقعد فيه مكيف المويه افضل ولا المكيف بتاع السبليت؟
رغم انه الكهرباء اصلا كان ضعف. طبعا اذا في طريقه ينوم في الحوش اذا الحر ما في ما شديد افضل لنا ينوم في الحوش. زي ما قلنا في بدايه الحلقه غبار الله والرسول بتاع الهواء ده ما اخطر من غبار المنزل. تمام. غبار الغرفه والستائر اخطر. جوا دخلنا في الغرفه بيجي في حر شديد لازم تشغل مكيف، يفضل انه ما يكون مكيف مويه لانه القش هيمسك غبار، هيمسك القش او الكرتون هيمسك غبار هتجي عليه المويه بتبقى حاجه رطبه كده زي كانه طين رطب شويه كده. اذا في طريقه يكون مكيف اللي هو سبيريت او فريون بدون مويه. وده انا خدته في اخفض درجه ممكن لانه الجو البارد من مثيرات الازمه. يعني الناس اللي بيحطوه في 16 وشافوه عنده ازمه وكل يومين في الحوادث زي بسبب الام المصيره تخليه في 16 دي بالضبط كده. ومعظم الحاجات في يدك، علاجك في يدك، مكيفك في يدك، ستائرك في يدك تخلص منها. يعني معظم الاسباب دائما بتكون داخل المنزل، نحن دائما بنمشي ونجي نقول معظم الاسباب في يدك. يعني اول حاجه في علاج الازمه التجنب، التفادي اللي يسموه افويدنس. اول حاجه في علاج الازمه تفادي الحاجات دي. فان كنت المكيف في درجه منخفضه وننوم في الحوش بناموسيه هذه يعني. السؤال المهم جدا ويمكن قالته هي ضمنا. اي مريض بتاع ازمه جاته نوبه المفروض ياخذ مضاد حيوي؟ الإجابة بس سريعا عشان نحن باقي لنا دقيقتين من الدكتور محمد صالح، عندنا ثلاثة أسئلة لازم تجاوبنا عليها. لا ما بالضروري، مرات الأزمة واحدة من المثيرات اللي بتهيج نوبة الأزمة ممكن يكون التهاب فيروسي أو بكتيري. إذا بقى بكتيري ياخذ مضاد حيوي، ما في التهاب بكتيري ما ياخذ أي مضاد، ما شرطا. طيب علاقة الأزمة بتجيب لنا فيها شنو دكتور محمد صالح؟ اللي هو اللي يقول إنه نفس الآلية اللي بتسبب الأزمة، نفس المسببات بتعمل حساسية جهاز التنفس العلوي اللي هو الأنف والحنجرة، تعمل حساسة الأنف، حساسة الصدر، يعني نفس الآلية اللي بتسببهم. وتقريبا اللي يقولوا أنه أي زول عنده جيوبهم فيها إذا خلال 10 سنة ما تفادى الحاجات دي، في دراسة زي دي في خلال 10 سنة حتجيه أزمة. يعني مو بتتحول لأزمة، بتجيه أزمة، لأنه المرضى مترافقات مسببات واحدة يعني، وفي ارتباط وثيق جدا بيناتهم. فأي زول عنده جيوبهم فيها يمشي يتعالج منها ويتفادى نفس الحياة اللي قلنا دي، الستائر، العطور، المزيلات، الصابون، الشجر، الزهور كده، الصيانة، لانه بعد شويه ممكن تجيء الازمه طوال. يعني نفس الاليه، نفس الخليه اللي بتتهيج في الجسم وبتفرز المواد اللي بنسميها الوسائط الالتهابيه اللي بتهيج الجيوب الانفيه بتهيج الازمه. طيب نعم. الازمه اكشن بلان اول نقوله بالعربي، يعني في تفاصيل المفروض الام اذا كان بالنسبه للطفيله المفروض تعملها قبل ما تصل المستشفى، لانه مما تمشي من البيت لحد ما تصل حوادث ممكن الطفل ده يموت في النص. جدا هاي ممكن واحد الأزمة. او الزول الكبير اللي بيكون مثلا في اي حته في الشغل ولا هناك يا اخي يقحقح بعد شويه هو عنده ازمه يا اخي كده، بعد شويه بمشي المستشفى، بعد شويه لما يكتم كله انا عايزك تدينا خارطه الطريق. نعم جدا تفضل. الزول اللي عنده ازمه سواء كان طفل او كبير، البخاخ الازرق ده في جيبك. لو طفل في المدرسه يخط له في شنطته، في الشغل، في زي ما قلنا في الاول جاتك النوبه طوالي زي ما قلنا البخه بعد ربع ساعه ونص ساعه الثانيه، بعد ربع ساعه ونص ساعه البخه الثالثه ما استجاب الطوالي المستشفى. اذا كان في اسره كده وعندهم مقدره يجيبوا جهاز الاستنشاق داخل البيت نفس الفكره، ما هو نفس ماده السالبي وتمويل الموجوده هنا والفنتولين بتخطها في جهاز الاستنشاق برضه. الجرعة الأولى ربع ساعة ما استجاب، نص ساعة، الجرعة الثانية، الثالثة ما استجاب طوال المستشفى. بعد ذاك أي أزمة بالليل يا إخواننا بالذات بالليل، النوبة الثالثة دي ما استجابت طوال المستشفى. عشان كده أي مريض بتاع أزمة بنقول له ما يبيت برا، وخاصة إذا كان عنده تاريخ سابق قبل كده رقد في العناية المكثفة. فجاتك النوبة أعمل 3 بخات على الأكثر، أكثر حاجة 3 ما استجبت طوال تمشي المستشفى. وصلت المستشفى بعد ذاك بيبدوا معاك بالعلاجات الاولى الثانيه، ده ما يفارق جيبك. اذا جاتك النوبه وانت ماشي في المستشفى ده ممكن تاخذ منه جرعه اضافيه. اذا اخذت 2 صباح واثنين مساء العلاج والوغاده ممكن تاخذ منه جرعه ثانيه اضافيه وانت في الطريق للمستشفى. بعد ذاك الناس ياخذوك لاقرب مستشفى، يعني اصلا الزول ما يتردد. اذا كان الزول واعي وعارف الحاصل بيتحرك بسرعه. مما بدت النوبه الثانيه دي انا شعرت انه المريض يعني ما قادر بالذات اذا ظهرت عليه علامات الاجهاد ده طوالي حيخش مستشفى وغالبا حيخش عنايه مكثفه. فانا ما بنتظر الزول لا من يصل للمرحله دي. واي زول استخدم البخاخ ده بقى يستخدم البخاخ ده اكثر من 4 أو 5 مرات في اليوم، يعني انا لاحظت انه مثلا ما كنت بحتاج له اسبوع ما بحتاج له، فجاه بقيت استخدمه 2 3 4 5 مرات في اليوم، معناتها الازمه بقت خارج السيطره. طوالي اراجع الطبيب يزيد في العلاجات او في حاجه
حوالينا في البيت او في الشغل مثيره لي للازمه. طبعا في حاجه اسمها الازمه المهنيه دي ما في لا وقت، لكن الزول اذا شغال في طاحونه او حته او حاجه فيها غبار، مرات الازمه بتكون مرتبطه بمهنتك. يعني شوف انت ذاتك شغال في محل عطور، شغال في مصنع، شغال في حاجه زي دي، قد تكون السبب. دكتور احمد صالح، احنا زماننا انتهى، لكن في سؤال لازم اسالك له. اخر واحد هو اجابته في اقل من 20 ثانيه. نعم. هل هنالك بعض الاختلالات الولاديه بالنسبه للاطفال الصغار هي سبب من اسباب حدوث الازمه بالنسبه لهم؟ لا لا، حاجه زي دي ما في. في ازمه قد تكون وراثيه، قد تكون جايه يعني في مشاكل بتاعت في المشاكل في الشعب الهوائيه او في القصبات او في القصيبات هي ادت الى حدوث تلك الازمه. لا لا لا، حاجات وراثيه كده، وراثيه انوميليز جوا الجسم. لا، في تشريح حاج جسم كده ما في، لكن هي الازمه بتجيك من الاسره خارج. حاجه وراثيه. نعم، بصارك انت الخير. كل سنه طيب، صحة والسلامة، ربنا يديك الصحة والعافية. حلقة يعني فيها كل التفاصيل الممكنة، يا ريت تشيروها توروها لغيركم، عشان دي صدقة جارية منك. زول ممكن تنقذ حياة مريض زي ما بقولوا خلاص داري يموت. الأزمة ما لعب، ما ونس ساي. طول محمد صالح يا أخي، ربنا يجعلك في ميزان حسناتك، ونتمنى لك عيد سعيد وبالراحة على الخروف. شكرا لك، وربنا يحفظ البلاد والعباد بإذن الله تعالى. كثر خيرك. وأنت عزيزي المشاهد، نتمنى دوما الصحة والعافية، خصوصا في هذه الأيام المباركة. حقيقة النفس تشتهي زيارة بيت الله الحرام. ربنا يوعدنا ويوعدكم ويجعل عيدكم دائما كله سعادة وهنا وسرور. خلوا بالكم أهم حاجة من صحتكم، لأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفه إلا المرضى. وخليكم حريصين على البلد، الحرص على البلد بالتكاتف، بالبناء، بالتنمية، عشان بلدنا تبقى غير. إلى أن نلتقي إذا كان في العمر البقية بعد عيد الأضحى المبارك، نتمنى لكم يعني زي ما بقولوا شيء هنية. كل سنة طيبين. شكرا أحمد. بارك الله فيك.